ونبعد قرابة الأسبوع من التفجير الدموي الذي استهدف موكب للزائرين اللبنانيين في دمشق، يواصل آلاف الزائرين من سوريا وخارجها زيارة مقامي السيدتي زينب ورقية عليهما السلام. وتأتي هذه الزيارات للمقامين الشريفين تأكيدا على أن هذه التفجيرات وغيرها من التهديدات الأمنية لن تثنيهم أبدا عن زيارة أضرحة آل بيت النبوة. أيام مرت على التفجير الإرهابي الذي استهدف زوار مقام السيدة رقية بنت الحسين عليها السلام وسط دمشق، لكن ذلك لم يغير من حركة محبي أهل البيت عليهم السلام وتوافدهم إلى حضرة سليلة رسول الله صلى الله عليه وآله. لم تمنع المخاوف والتهديدات أتباع أهل البيت عليهم السلام من زيارة مقام السيدة رقية بعد أقل من أسبوع من التفجير الإرهابي الذي استهدف الزوار. يعج المقام اليوم أيضا بعشرات المواكب التي جاءت من شتى أصقاع الأرض. تضاعف أعداد الزوار جاء كرد على محاولات التكفيريين لثنيهم عن الزيارة، ولوحظ التحدي في عيون الزائرين الذين توافدوا مجددا من عدة بلدان مجاورة، إضافة للزوار المحليين من أحياء دمشق القديمة. هذا الذي فجر نفسه أو أرسل قذائفه، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الذي سقط ضحية إجرام، ضحية تخطيط عدواني، كيف لا يكون شهيدا؟ أنا يعني أتحدث عن هؤلاء الذين هم أبناؤنا وإخواننا الذين سقطوا في دمشق. بحناجر المحبين ونداء عاشقي حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، استونفت زيارة لم تنقطع أصلا إلى مقام السيدة رقية. ورغم أن التفجير كان حدثا عارضا، إلا أن الزوار أكدوا أن الوضع في منطقة المقام ومحيطه آمن بالكامل دون أي تهديد أمني في جوار مرقد يتيمة الحسين ولا في الطريق المؤدي إليها. اللي شفناه الحقيقة أجواء نورانية إيمانية مطمئنة 100%. أتينا لزيارة السيدة زينب ومن ثم السيدة رقية، والحمد لله لا يوجد أي خطر يشكل بهذه المنطقة. جئنا نحمل أرواحنا على الأكف، وجئنا نساء ورجالا من العراق بلد المقدسات، وجئنا لزيارة هذه السيدة. يطلبون الشهادة ويتمنونها، هو حال كل زائر إلى المقامات الشريفة والعتبات المقدسة في أرض الشام. يقطعون آلاف الكيلومترات طمعا بشفاعة أبناء أهل الكساء وتقربا إلى الله من أبواب الرحمة وطرق النجاة.